في جولتنا لهذا اليوم توجهنا إلى غيغارد، بعد غيغارد راح نتوجه إلى معبد غارد. الشيء الجديد عندنا اليوم راح نعرضه عليكم، أحدى سائحاتنا راح نحاول أن تخبز الخبز الأرمني المعروف لاباش. طحبنا الكثير في السواح، لكن أول مرة بصراحة أحدى سائحاتنا رادت أن تشارك بخبز اللاباش ونشوف سائحتنا. يعني حتى إذا ما تقدروا، حتى إذا ما تعرفون تخبزون، ممكن أن يعلموكم مقابل في الثمن بسيط تعطوها لأبو المحل، حتى يكون عندكم بل ذكريات. وتأكدوا راح تبنون ذكريات في جمهورية أرمينيا ما ممكن أن تنسوها مدى العمر. تابعوا الفيديو. أحدى سائحاتنا استلمت المخدة وعليها العجينة. أوبلا. المحاولة الأولى طبعا فاشلة. نحاول مرة أخرى. ما هذه الكوكبورسي؟ محاولة أخرى ثانية. بشوية بقوة يا راجل أعتقد. رشة خفيفة يا الله. اذا سائحتنا طلعت يسرى ويخوش خبز والله حلو حلو عاشتي لك يسرى ويلا محاولة ثانية بقوة بقوة. في هذا المكان طبعا بامكانكم ان تتناولوا اكل بسيط، اكل ريفي نسميه من الريف الارمني، عبارة عن جبن، خضروات طازجة، خيار مع الطماطة أو البندورة، شو بدكم تسموه. وممكن إذا تريدون مسبقا تتفقون، وبإمكانكم أيضا تسوون أوردر إذا تريدون. بعض الأحيان يكون عندهم باربيكيو مال، بإمكانكم تسوون الأوردر مال مخضر فيجيتابلز باربيكيو، باذنجان على خيار على طماطة على فلفل. لكن للأسف اليوم نافذ عندهم الكمية المخصصيها.